بانتظار ما قد تفضي إليه المحادثة والمفاوضات بين الأحزاب ومركبات القوائم الانتخابية المختلفة، يسود الترقب العام الأجواء الشعبية والسياسية رغبة في فهم الصورة العامة لشكل الخارطة الانتخابية، الأمر الذي سيشكل صلب الحملات الحزبية في الفترة المقبلة والتوجهات العامة في البلاد في ظل الأزمة السياسية التي تحولت إلى مجموعة أزمات متلاحقة. أنتم مع بانوراما هذا اليوم وجولة جديدة على الأخبار نستهلها بالعناوين. استمرار المحادثات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة عشية بدء قوائم آت المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. عجز في المشافي العربية نتيجة سياسات الإجحاف مقابل دعم كبير لجميع المشافي الحكومية في البلاد. وبلدية شفا عمر تنقذ مئات الدنومات من مسطح المدينة بعد اعتراضات والتماسات قدمت على مخطط شارع رقم 6. أهلا بكم. أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة إسرائيل هيوم حصول حزب الليكود على 33 مقعدا ونيل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، فيما تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد. ووفق الاستطلاع يحصل حزب يش عتيد على 23 وكل من المعسكر الرسمي وعثماء يهوديت والصهيونية الدينية على 12 مقعدا. وبحسب استطلاع الرأي يبلغ حزب ميرتس 5 مقاعد وإسرائيل بتينو على 4. وقعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيلت شاكيد على اتفاق مع حزب البيت اليهودي لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في قائمة تحالفية باسم البيت اليهودي، وذلك بعد تفكك القائمة التي شكلت سابقا باسم الروح الصهيونية. ويأتي توقيع الاتفاق قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم قوائم مرشحي الأحزاب لانتخابات الكنيسة المرتقبة، ويتوقع أن تدعم هذه القائمة في حال تجاوزها نسبة الحسم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة. إذن تواصل المركبات الثلاثة للقائمة المشتركة المباحثات والمفاوضات على مدار الساعة في محاولة لإعادة تشكيل القائمة قبل انقضاء الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية. تزامنا مع ذلك بدأت تتبلور الصورة النهائية لقوائم الأحزاب والتحالفات عموما في الخارطة السياسية الإسرائيلية. حالة من الترقب يعيشها أبناء المجتمع العربي ساعات معدودات قبيل إغلاق الباب أمام تقديم القوائم الانتخابية، في وقت تسعى فيه مركبات القائمة المشتركة الثلاث إلى إنجاز اتفاق يضمن خوضهم الانتخابات تحت القائمة المشتركة. فأنا أعتقد أن الأحزاب العربية لازم تكون موحدة، الجبهة والتغيير، الحركة العربية للتغيير والتجمع يكون بوحدة واحدة حتى يكون إيجابي واضحة لمجتمعنا، لأنه يرغب بالوحدة، لا يريد أن يكون هنالك مجال للتصادم بين الأحزاب. إذا كان في عدة أحزاب في الوسط العربي أمر طبيعي يكون في تصادم، وفي بعض النشطاء في بعض الأحزاب اللي هي بتكون متطرفة لحزبها، فهذا الأمر مجرد الوحدة في الأحزاب منعت هذا التصادم وحمت شعبنا. تصويت حق لكل بني آدم اللي حاب يوصل صوته، بني آدم له المتطلبات، التصويت حق مش شرط في إسرائيل أو في أي محل. إذا إحنا بنحكي على تصويت في داخل بلادنا أنا ضد الفكرة، لأنه أشياء بتخصني، بس عشان نقدر نصل لبدنياته لازم يكون لنا حدا اللي يمثلنا في الكنيسة لسه في الوقت الحاضر. اللي ما بصوت ما بأثر، وإذا إحنا ما صوتناش هذا اللي بدهن اليمين المتطرف إنه ما نطلعش على التصويت عشان يكوهن أكثر ويأخذوا عدد أكبر بالبرلمان، وما يكونش في حاجة إلنا ولا لتأثيرنا.
ويؤكد أبناء المجتمع العربي على أهمية تحقيق الوحدة للوقوف أمام التحديات الجسام، وأبرزها تصاعد اليمين المتطرف وأتباع الراف كهانة الذين لا يخجلون بالتعبير عن مخططاتهم الساعية لاقتلاع العرب من هذه البلاد، ويحظون بدعم من زعيم الليكود والمنافس على رئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو. احنا مجتمعنا اليوم بمرق في مشاكل كبيرة ومشاكل خطيرة، وبحاجة انه نرص الصفوف عشان نقدر نواجه هاي المشاكل وهي التحديات، خصوصا انه احنا من شايفين على تصاعد اليمين الفاشي المقلق الموجود في البلاد، والاعتداءات اللي عم بيقوموا فيها المستوطنين او باشا المستوطنين على اهلنا والناس ومجتمعنا، ان كان في المناطق المحتلة او كان في الداخل. انصح كل عربي وباكل وبفكر يصوت، مش مهم لمين يصوت، بس يصوت للأحزاب العربية، ويا ريت يتحدوا مع بعض وما يروحش، لأنه كل صوت بروح هاي بعطي اليمين المتطرف بعطي كبير وبعطي نهاي، وبصير وضع العرب أسوأ وأسوأ. الأقلية العربية في الداخل هنا ما فاهمين شو أعضاء الكنيسة العرب. أعضاء الكنيسة العرب بيعملوا المستحيل عشان شعبهم، ولكن إحنا لما في عنا وزراء، ما في عنا سلطة اللي تكون دراعنا اليمين في سياسة هاي البلاد، عشان هيك احنا بنشوف انه احنا كاقليه عربيه لازم نطلع نصوت، ويكون انه تمثيل قوي دائما، لان لما انه انت كان عندك 15 عضو انت كان لك كلمه، لك كان كلمه، انت كنت تقرر في الدوله. يعني لو ما لعبوا لعبه خطيره كان ايمن عودي بيكون رئيس المعارضه. بات واضحا بان لنسبه تصويت المواطنين العرب في البلاد دور حاسم في تقرير وجهه اسرائيل ما بعد الانتخابات، التي من شانها ان تسد الطريق امام نتنياهو وحلفائه الكهنيين، وان تضع تحديات واسئله جوهريه امام المعسكر المناهض لنتنياهو تتعلق بانهاء الاحتلال ووقف السياسات العنصريه ضد المواطنين العرب وتوفير الامن والامان لهم. مباشرة ينضم إلينا الآن أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية دكتور سليم بريك، كما ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي إيهاب جبارين. أهلا بكما. وأبدأ مع دكتور سليم بريك، قبل ساعات قليلة من بدء موعد تقديم القوائم واللوائح الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بحسب تقديرك كيف ستبدو الساعات المقبلة؟ أنا مش عارف الحقيقة، أنا بعرف أنه في مفاوضات، طبعاً كان في اتفاق، هذا الاتفاق كان سيء بكل المفاهيم، كمان بالطريقة العوجاء، أنا لا أريد أن أستعمل مصطلحات أخرى، التي تم إبرام هذا الاتفاق فيها، وكمان بالتركيبة، يعني القائمة الآن تمثل عكا وتمثل يافا وتمثل حيفا، لكنها لا تمثل مثلاً وادي عارة ولا تمثل مثلث الجنوبي، حتى لا تمثل الجليل عمليا، وفيها كمان التركيبة نفسها كمان لا تمثل أطياف كما تدعي القائمة المشتركة. أنا طبعا لا أؤيد القضية الطائفية، ولكن عندما يدعون بأنه هناك تمثيل للجميع، نحن لا نرى حقيقة هذا التمثيل للجميع، والتركيبة كانت تركيبة انتهازية. طبعا الآن التجمع بما أنه هو الذي فرض شروطه على الجبهة بسبب ضعف الجبهة، بسبب مشاكل داخلية في الجبهة، الآن هو متعنت، ولكن باعتقادي في نهاية المطاف سيضطروا لفتح هذا الاتفاق وإبرام اتفاق أفضل، اتفاق الذي يحترم المواطن ويحترم المصوت العربي ويحترم ذكاء ورقي المصوتين العرب، والعمل فيما بعد طبعا على تشجيع الناس على الخروج للتصويت. هذا النمط السياسي الذي نراه الآن لا يشجع الناس على الخروج للتصويت، هذه الانتهازية، واسمحني أن أقول مع الأسف، يعني لا تشجع ولا تعطي فكرة جيدة عن تصرف بعض الأحزاب العربية، وهذا مؤسف حقا. لكن هذه طبيعة المفاوضات أكثر وأقل دكتور سليم بريك، وهذا ربما يدفعني بما أنك استهليت الحديث يعني بالتطرق إلى القائمة المشتركة والمفاوضات الدائرة، هذا يدفعني لأن أسأل المحلل السياسي إيهاب جبارين، هل فعلا ومع استمرار وتواصل المفاوضات بين المركبات الثلاثة للقائمة المشتركة، هل فعلا تبدو أن العقبات كبيرة أمام إعادة تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة؟ بداية يجب أن نعي أن كل ما نراه اليوم وكل ما نشهده اليوم هو عبارة عن إسقاطات وتراكمات، يعني تداعيات سنوات
من تركيبة القائمة المشتركة، لا يعني كل ما نراه اليوم وليس وليد اللحظة، يعني هذه أمور أساسية. إذا كنا نتحدث عن قائمة التي عمرها 7 سنوات على الأقل، كان المفروض أن يكون إشكالية أو يعني ترتيب المقاعد وكيفية بلورة الترتيبات القائمة، يعني هذا يجب أن يكون آخر ما يهم القائمة والخطاب السياسي. بالإضافة إلى ذلك كذلك، يعني أظن أن أحد المحاور الرئيسية التي تبلور حلولها كل هذا التفاوت والخطاب السياسي، كذلك هذه الأمور يجب أن تكون، أو التكتيك السياسي بشكل أوضح، كذلك هذه الأمور يجب أن تكون ما خلف القائمة المشتركة، بالذات عشية انتخابات، وأظن أن أخذ انتخابات مصرية إذا أردنا الجزم، بالذات في ظل يعني نسبة تصويت تكاد أن تصل إلى 39% فبالتالي هنا يجب أن نعي أن أمام التركيبة الحالية، يعني الاتفاق الحالي، لا يستطيع بتاتا في اليومين القريبين أن يترك العربية للتغيير وراءه، يعني حتى هنالك مخاوف يعني من ردود فعل العربية للتغيير إذا تركت في الخلف، بالذات مرة أخرى في ظل يعني نسبة التصويت المتدنية. فبالتالي يعني أظن أن كما كنا نعي وكما شاهدنا هذا من قبل في عدة حملات انتخابية سابقة، أظن أن القائمة المشتركة سوف تتخطى هذه العقبة كما اعتدنا في الدقيقة 90. لكن المثير للاهتمام أن عدم وجود لجنة وفاق هذه المرة واضح للعيان أكثر بأكثر، بالذات في يعني في ماهية وإشكالية وكيفية إدارة هذا التفاوض، ما كان واضحا جدا يعني هذا. لكن دعوني أعود خطوة واحدة إلى الوراء، إلى ما تفضل به دكتور سليم بريك قبل قليل، وطالب وتحدث بشكل واضح عن وجوب تغيير الخطاب الموجه إلى المجتمع العربي في البلاد من قبل الأحزاب العربية وبالتحديد القائمة المشتركة. السؤال هنا، في هذا الوقت الضائع أو الوقت المتبقي فلنسميه كما تريدون، هل تستطيع القائمة المشتركة والأحزاب العربية فعلا تغيير الخطاب وصياغة خطاب جذري آخر؟ أنا بعتقد أنه الوقت فعلاً عم يضيع، ونحن منشوف نمط مقلق ومؤسف من انعدام المسؤولية من قبل مؤثري الأحزاب. يعني هذا التصرف هو تصرف ليس لا يرتقي للقيادة أو المفاهيم القيادية، لأن المفاهيم القيادية تنظر إلى الهدف البعيد. انظر إلى نتنياهو، ذهب إلى الحريديم وأنهى الموضوع، كل موضوع التعليم مثلاً بين ديغلا تورا وأجودات إسرائيل، أنهى الموضوع وبسرعة. لماذا؟ لأنه يريد أن لا يكون هناك تبذير للأصوات. بينما في الجانب الآخر مع كل التهديدات التي نواجهها نرى أنه ما فيش اتفاق في هذا الأصوات، الحرب هي المعركة على المقاعد، نوايا مبيتة مثلاً ضد أحمد طيبي، كل هذه الأمور اللي هي يعني فعلاً مؤسفة، وليس الوقت وليس المكان للتعامل مع هذه الأمور. بدل كل هذا كان يجب أن يأتوا بقائمة أكثر ديمقراطية. شوف، القائمة المشتركة، وخلينا نحكي الحقيقة، هي لم تقام بسبب نضوج سياسي عند القادة العرب، هي أقيمت بسبب نسبة الحسم. وهي الفترة أولاً نحن شفنا مثلاً التناوب كان شيء مخجل، لما كان في التناوب، لما كان لازم يتغير عبد الله أبو معروف ومش عارف وكل هاي الشغلات، والالتصاق في الكراسي كان فعلا شيء يعني مخجل. ثم تفككت القائمة المشتركة، ثم ركبت من جديد، ثم حصلنا على إنجاز كبير، ثم تفككت مرة أخرى، والآن تفككت مرة ثالثة. نحن يجب أن نعمل وبسرعة على العودة إلى المواطن. لاحظ نقطتين، النقطة الأولى أن القائمة المشتركة هي ليست حزب وهي ليست ديمقراطية، يعني هي لا توجد لديها مؤسسات حقيقية تديرها بشكل حقيقي ومرضي. هذه النقطة الأولى ولم تعالج. القضية الثانية، يعني مثلا لجنة الوفاق، أولا أنا ضد مبدأ لجنة الوفاق لأن هذا وصاية على الأحزاب فوق الأحزاب، وهذا يتنافى مع الديمقراطية، ولكن الأحزاب مع الأسف تضطرنا أحيانا أن نفكر في مثل هذه الحلول. ولكن إذا نحن أخذنا نسبة الثقة بالأحزاب في المجتمع بإسرائيل هي 16%، يعني في الحضيض، ولا السياسيين نفس الشيء. هذه التصرفات هي السبب لهذا الوضع المؤسف والوضع الخطير. الآن كل ما يجب أن يقوموا به أن لا ينتظروا اللحظة الأخيرة، يعني هذه المفاوضات، أنا أعرف شيئا عن المفاوضات، فإذا كانت الفكرة بأنه المقولة الماكيافيلية بأنه الغاية تبرر الواسطة، هذا شيء مقلق جدا.
في قيم معينة يجب أن لا نجتازها، وفي مسؤولية معينة يجب أن تكون في تفكير وفي رؤية القادة، وليس مجرد من يكون الثاني ومن يكون الثالث وكيف نستطيع أن نستثني هذا الحزب وأن نلعب بهذا الحزب أن نرميه خارجا وننتظر أن يعود زاحفا، وكل هذه المفاهيم التي هي لا تحترم المواطن العربي ولا تحترم المصوت. يجب الانتهاء من كل هذه الأمور، وخصوصا الخلافات الداخلية في داخل الأحزاب، والرقي إلى ما يريده المواطن والمخاطر التي نواجهها، ونحن نواجه مخاطر حقيقية. نعم. هذه الانتخابات فعلا انتخابات مصيرية، ويجب أن نفهم الأمور. أستاذ إيهاب جبارين، في التطرق إلى ربما زاوية أخرى لهذا الموضوع عشية بدء تقديم اللوائح الانتخابية، اليوم الأحزاب العربية وعلى رأسها القائمة المشتركة بمركباتها المختلفة حتى هذه اللحظة تواجه ضخ إعلامي إسرائيلي كبير في معظم الوسائل الإعلامية، تسويق لفكرة العزوف عن المشاركة السياسية، تسويق فكرة ربما نسبة التصويت المتدنية في المجتمع العربي، تصل هذه الحملات حتى تسويق فكرة وجوب عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. ما الأهداف، ما الخلفيات الإسرائيلية اليمينية وراء ذلك؟ يعني بداية يجب أن نعي وندرك أن بدون أدنى شك أن الناخب العربي والقوى العربية يعني باتت واضحة حتى في تجربتين، على الأقل تجربة 2015 و2019، أن هنالك إمكانية لتشكيل قوة ثالثة في داخل البرلمان الإسرائيلي على يد يعني القائمة العربية واحدة، ويمكن القول حتى على يد القائمتين العربيتين. الآن في التالي يعني وفق هذه المعضلة، لدى اليمين هو يعي جيدا أن قلة المقاعد لديه ويعني التحالفات التي يمكن أن يبرمها، هي يحاول قدر الإمكان أن يستثني بها الأحزاب العربية، ولا يستطيع أن يبرم أي صفقة مع الأحزاب العربية، يعني حتى لا أقول أن تحالف مع الأحزاب العربية بل صفقات على الأقل، على أقل التقدير. فبالتالي عندما يقل قوة الأحزاب العربية في داخل البرلمان تقل إمكانيتهم في المفاوضات لعقد يعني صفقات بالتالي تنتهي بالفائدة للشارع العربي. لكننا يجب أن ندرك يعني تحديدا في مثل هذه النقطة وفي ظل ضيق الوقت التي نتحدث عنه وتحدث عنه بروفيسور سليم قبل قليل، هذا يدع القائمة المشتركة تلعب وبالذات في ظل مثل هذه الحملات الانتخابية في الوقت الضائع، ولا أظن أن اللعب في الوقت الضائع هو لعب هجومي بل هو لعب دفاع. فبالتالي ردود فعلها سوف تكون، حملتها سوف تكون عبارة عن رد فعل، وليس فقط يعني إذا كنا نتحدث عن أمام اليمين، حتى أمام اليسار. فبالتالي اليسار نحن نرى أنه بدأ يستجدي، يعني أو المركز يسار على الأقل، ليس هنالك يسار إسرائيلي حقيقي بل المركز اليسار بدأ يستجدي الأصوات العربية، بالذات في ظل يعني التقهقر وضعف والوهن الذي يراه حاليا في مثل هذه المرحلة. فبالتالي كل هذه الأمور المبيتة هي ليست وليدة اللحظة، يعني هذه الأمور إذا لم يتم استدراكها في الوقت الصحيح سوف لن تعود بالفائدة، ليس على الأحزاب العربية وبالتالي ليس على الشارع العربي ولا على المجتمع العربي. طيب دكتور سليم بريك، يعني انتقدت بشدة مسألة استمرار المفاوضات، المحادثات والمباحثات أيضا في القائمة المشتركة حتى هذه اللحظة، حتى الدقيقة 90 ما قبل بدء تقديم القوائم الانتخابية. لكن إذا ما نظرنا إلى الخارطة السياسية الإسرائيلية، ف نستمع ونرى بأن وزيرة الداخلية على سبيل المثال أيلت شاكيد وقعت فقط مؤخرا اتفاق مع حزب البيت اليهودي. يعني مسألة المفاوضات بما يتعلق بشكل خوض هذه الانتخابات موجود أيضا في أطراف أخرى في الخارطة السياسية الإسرائيلية. سؤالي هنا، هل ذلك ينذر بتغيرات قد تطرأ في الخارطة السياسية الإسرائيلية عموما في الساعات المقبلة؟ شوف، اولا اليمين واضح ومنسق. حضرتك جبت قضيه ايلت شاكيد. ايلت شاكيد طردت عمليا من الحلبة السياسية بتفكيك حزب يمينة. الليكود لا يريد ايلت شاكيد مع انها حاولت بكافه الطرق، فاقامت حزب يعني مخيم لاجئين، وانضم اليها هندل وهاوزر، وهذا الانضمام ما كانش حقيقي وتركوها، والان عادت الى ما يسمى البيت اليهودي. والبيت اليهودي هو لم يعد بيت ولم يعد يهودي منذ فترة طويلة.
وأيلة شاكيد هي شيء ضائع. وبالمناسبة واحدة من الشغلات الإيجابية اللي راح تحصل الإيجابية القليلة اللي راح تحصل في الانتخابات القادمة هو أن نتخلص من أيلة شاكيد وهندل وهاوزر. هندل صرح بأنه لن يدخل في هذه الانتخابات بعد ما عمليا انتقل من 6 أحزاب مختلفة. هذه ليست التركيبة أو التوليفة التي يجب أن تكون مثال لنا كمجتمع عربي. كمجتمع عربي مجتمع مهدد مرة أخرى، نحن لا نملك هذا اللوكسوس أن نتلاعب بهذه الطريقة وبهذه الأفكار الانتهازية الماكيافيلية وهذا الأسلوب اللي تم فيه إبرام الاتفاق. أنا يعني حتى أستهجن، أنا بعرف أنه في خلافات بقلب الجبهة ولم يلوي أذرع في قلب الجبهة، ولكن أنا أستهجن أن توافق على هذا الاتفاق الذي يعطي التجمع أن يسيطر عليها في المفاوضات وفي أمور مختلفة أخرى. فالسؤال هو يعني هل نحن نلعب تكتيك على مستوى منخفض أم نحن على مستوى المخاطر والتهديدات الحقيقية الموجودة؟ يعني نحن بنشوف بن غفير ونحن بنشوف سموتريتش ونشوف الآخرين، هذا مش تهديد أي كلام، هذا تهديد حقيقي. نحن بنشوف حتى وسائل الإعلام اليهودية أصبحت معادية، نحن بنشوف المحاربة العنصرية للعرب كل يوم، كل يوم نحن بنسمع عن شغلات عنها، زي بس اليوم كان في حدث مؤسف وخطير ضد المواطنين العرب. يعني نحن مش موجودين في وضع المقدر نسمح لنفسنا بهذه الألعاب وبهذه التصرفات الصبيانية التي وضعت مصلحة الحزب أو مصلحة بعض ما يسمى عسكريين في العبرانية أو منتفعي الأحزاب فوق مصلحة المواطن. المواطن العربي اليوم أرقى بكثير مما يتوقعون، وهو يتفهم الخارطة السياسية بشكل أفضل بكثير، ويجب على الأحزاب معاملة المواطن العربي بشكل لائق كمان، علشان في المستقبل القريب عندما نطلب من المواطن يخرج من بيته ويصوت ليكون له سبب حقيقي ليقوم بهذا. والآن الأحزاب مع الأسف لا تساعد في تشجيع التصويت، وإنما على العكس هي تؤثر علينا بشكل سلبي، بتحبط مجهودنا كمواطنين وكأشخاص اللي مهتمين بوجود قوة عربية مؤثرة. لكن الأمل ما زال موجود دكتور بريك بأن تعلن قائمة مشتركة بثلاثة مركبات، القائمة يعني العربية للتغيير، الجبهة والتجمع. واضح واضح، أنا باعتقادي في نهاية المطاف أنا بوافق مع صديقي إيهاب أنه في نهاية المطاف بيستنوا للحظة 90، نحن بنعرف هذا التكتيك، ولكن هذا التكتيك بائس. يعني هذا يعني هل مسموح لنا أن نتصرف بهذه الطريقة؟ هل مسموح لنا هذه الألعاب ويعني والأعصاب وكل هذه الأمور اللي في نهاية المطاف ستتوصل إلى اتفاق بعد ما يعني كل هذه الرائحة الغير جيدة التي نشرتوها في الأجواء؟ لا، يجب نهاية إنهاء هذا الموضوع وبسرعة، لأن الموضوع حقيقة هو موضوع ستبدي لنا الأيام ربما إسقاطات هذه المرحلة والمفاوضات حتى الدقيقة 90. لكن دعني أعود مع إيهاب جبارين ربما إلى المشهد الإسرائيلي الذي بدأنا ربما نتطرق إليه، وهنا أستعير ربما الجملة التي قالها دكتور بريك، التخلص من شاكيد وهندل قد يكون في المرحلة المقبلة في الانتخابات المقبلة. ما انعكاسات ذلك على المشهد الإسرائيلي وعلى ماذا يدل في المشهد السياسي الإسرائيلي؟ يعني بداية يجب أن نعي يعني شاكيد منذ بداية يعني بلوغتها كسياسية هي دائما وصمت نفسها وربطت نفسها بشخصية ذكورية، يعني دائما كانت تقود أي حزب سياسي إسرائيلي بواسطة رجل، والآن يعني باتت هذه الوساطة يعني ركيكة بالنسبة ليس فقط إليها بل لشركائها، لأنها باتت كالعلقة التي يعني ترتبط بهم وثم يعني في أقرب فرصة هي تتخلى عنهم، وتحديدا هذا ما فعلته مع بنت في أكثر من فرصة وأكثر من مرة. فبالتالي يجب أن نتذكر يعني حتى خطابه الأخير هو يحاول أن يستجدي أصوات الليكود. الليكود بالتالي يعني عمل نوع من حملة بما يسمى حرم أو حملة يعني إقصاء لها من قبل اليمين، لأنه يحاول أن يأخذ كل هذه الأصوات التي ممكن أن تخسرها شاكيد، ويحاول أن يعني يقوم بعملية اغتيال سياسي لشاكيد في هذه المرحلة أو يضع. لكن إيهاب إسرائيليا اليوم لماذا كل هذا التململ من شاكيد؟ سوف نأتي لهذه النقطة، لكن تحديدا الآن يحاول أن الليكود تحديدا واليمين تحديدا يحاول أن يشرب أصواتها ولا أن يدع مجال أمامها لكي تبعث هذه الأصوات
أمام على الأقل أمام الليكود أو أمام ممكن أن تذهب لسموتش وبين كبير. يعني هذا التحلفل وهذا حالة التفكك هو يريد أن يضع الضربة الأخيرة في عنقه. يجب أن ندرك بالتالي أن شكاد يعني هي ظاهرة عابرة في السياسة الإسرائيلية. يعني هو كان لديه تجارب اليمين الإسرائيلي، كان لديه تجارب مماثلة مثل أولي أبو كسيس، كان لديه تجارب شبيهة مع سيبي ليفني. الأصوات التي غير موجودة بالذات يعني هي تحاول أن تكون يمين لكنها مستعدة أن بالنسبة لليمين أنا أتحدث أن تفعل أي شيء لكي تكون في الصدارة ولكي يعني تتصدر الصورة. بالذات هذه الصورة النمطية للمرأة التي تحاول أن تكون قوية لكنها ليست قوية بالفعل، هذه الصورة النمطية التي يحاول إقصاؤها اليمين بتاتا من مثل هذا المشهد. ويجب أن ندرك كذلك أنه يعني وجودها في داخل الليكود ممكن أن يؤثر على عدة أصوات في داخل الليكود، الخلفاء الذين يرون أنفسهم خلفاء لنتنياهو. وهذا ليس بمشهد غريب أن يكون الوجه الجديد أو القديم الجديد هو الوجه الذي يعني يخلف في السياسة والساحة الإسرائيلية. فبالتالي هم يحاولون حتى هذه الوجود حتى هذه يعني هنالك الأشخاص والتداعيات لهذه الأشخاص من داخل الليكود التي تحاول إقصائه عن المشهد السياسي نهائيا لكي يعني تكون صفحة وانطوت في المشهد السياسي الإسرائيلي. ختاما لهذا الملف دكتور سليم بريك، يعني تحدثنا عن ربما عدة أطراف في الخارطة السياسية الإسرائيلية، لكن أهملنا بشكل أو بآخر وكذلك الإعلام الإسرائيلي يهمل وحتى استطلاعات الرأي تهمل رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد، وكأنه غير موجود حتى في قائمة السيناريوهات المطروحة إن كان سيستطيع تشكيل حكومة أم لا. صحيح أن استطلاعات الرأي لا تعطي أي من المعسكرين إمكانية تشكيل حكومة، ولكن هناك استبعاد تام لأن يكون يائير لابيد رئيسا للحكومة المقبلة. حقيقة أنه الاستراتيجية هي ذهاب برأسين. نحن نعرف أنه بيني غانس يريد أن يكون هو من يقرر من يكون رئيس الحكومة، وباعتقادي أنه هذا ما سيحدث. يعني في نهاية المطاف سيأتي نتنياهو لبيني غانس حسب رأيي ويقول أتريد أن أدخل بين كبير للحكومة أم تدخل أنت مكان بين كبير للحكومة، وربما يعطيه رئاسة الحكومة في البداية. في خطر أن ينضم بيني غانس فعلا لبنيامين نتنياهو. لاحظ كمان إقامة الحزب يعني المفلقة الممنختية بالمناسبة يعني على اسم الرشمان الممنختية اللي قام بن غوريون في 73، يعني هي شعتنيز يعني نوع من الخليط اللي فيها يمين متطرف مثل وزير الإسكان، وفيها الساعر اللي هو نيو كونسرفاتيف، وفيها رئيس الأركان الذي دخل مؤخرا والذي تحدث عن وجوب دولتين، وهذا أمر طبعا كان ضده كل التركيب الحزبي. يعني في هناك هي قائمة التي هي ليست حزب وليست واضحة وليست مكتملة، ولكن الهدف الوحيد منها هو أن لا يكون يائير لابيد رئيس الحكومة القادم. بينما يائير لابيد عمليا مشهور بشيء واحد، هو يستغل كونه رئيس حكومة لأنه يضع الأجندة، ونحن نراه كل يوم في التلفزيون، مرة يسافر إلى هنا ومرة إلى هناك، ومرة يلتقي مع الجيش، ومرة يكون في مقر الاستخبارات، وكل هذه الأمور. ووسائل الإعلام تتابع هذا الموضوع وكأنها تتابع رئيس حكومة وليس من يريد أن يكون رئيس حكومة منتخب في فعلا. حتى بالتغطيات الإعلامية يعني يظهر أن اهتمام لابيد بالقضايا الإقليمية حتى أكثر من الشؤون المتعلقة بالمشهد السياسي الإسرائيلي والانتخابات المقبلة للكنيسة 25. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية دكتور سليم بريك، كما أشكر المحلل السياسي إيهاب جبارين على تقديم هذه القراءات. كشف تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية عن عجز كبير تعيشه المستشفيات العربية في البلاد، ما يعزى إلى شح الميزانيات الحكومية مقارنة مع ما تحصل عليه المستشفيات الحكومية الإسرائيلية، أمر يثقل الأعباء الملقاة على الأجهزة الصحية في المجتمع العربي. نشرت وزارة الصحة هذا الأسبوع تقريراً استعرضت فيه أنشطة 27 مستشفى، ويشمل للمرة الأولى تفاصيل عن الملحقات الاقتصادية التي خصصتها لجائحة كورونا عام 2021، وشمل تقديم أكثر من 7 مليارات شيكل للمستشفيات. يأتي ذلك بهدف تأكيد وزارة الصحة على أن مشافي إسرائيل ركيزة أساسية ووسيطا مهما وأساسيا في جهاز الصحة، لكن الواقع يؤكد على أن المستشفيات الموجودة داخل المدن والقرى العربية تواجه عجزا كبيرا في الميزانيات. النضال هذا اللي عم نخوضه نتيجته بالآخر راح تكون
إن شاء الله تحقيق العدالة والمساواة للثلاث مستشفيات في الناصرة. رسالتنا بسيطة جدا، إحنا بدنا حقوقنا، بدنا مساواة تامة. حتى إذا بيجوا بيقولوا أعطناك هاي السنة ضعف شو أعطناك السنة الماضية، تعال نطلع قد بيطلع لي. إذا أنا بيطلع لي 4 أضعاف، أنا بدي 4 أضعاف. هدول الأضعاف اللي أنتوا عم تحكي عنهن إحنا خدمنا فيه المجتمع، إحنا فتحنا فرص عمل جديدة، إحنا فتحنا أقسام جديدة. اسأل اليوم دور على مجتمعنا، شوفي قديش في إجحاف وقديش في طلاب طب اللي نجحوا في الامتحان الحكومي اليوم وما فيش عندهم وين يشتغلوا. احنا كل سنة عم نعلم زيادة 80 طالب في مدرسة الناصر الأكاديمية للتمريض. المستشفى هو حق للناس اللي تأخذ فيه خدماتها. الحق هذا مش حق للمستشفى، هذا حق للناس، وإحنا كمجتمع لازم نتعلم نوقف ونطالب بحقنا. بكفي يزدتوا علينا فتفيت ونقول شكرا. مساع تبذلها الأطقم الطبية في مشافي البلاد لتقديم أفضل الخدمات والرعاية اللازمة والكافية للمرضى، لكنها تصطدم في افتقار الميزانيات وعدم فرتها أحيانا، فيما تعاني المشافي الخاصة في البلاد من أزمة مالية خانقة، فيما أطلق موظفو مستشفى الإنجليزي في الناصرة احتجاجات واسعة للمطالبة بتوفير الميزانيات. من 2017 وطالع فهمنا أنه إحنا إلنا حق، إحنا من زمان فاهمين أنه إلنا حق، ما كناش نطالب فيه، بس لما بلشت الشغلة أنه الدولة تبلش تعطي شوية مساعدات لقينا أنه إلنا حق وعم نطالب بحقنا. حقنا زي ما بيطلع لباقي المستشفيات، بديش أقول لك في تل أبيب، بدي أقول لك زي المستشفيات اللي في منطقتنا، زي بورية، زي نهرية، زي صفد، اللي بأخذوا مئات ملايين الشواكل سنويا من أجل دعمهن، من أجل تطورهن، وإحنا صفر. اللي بقول في الوزارات إنه إحنا بنعطي المستشفيات كذابين، هدول عم بيكذبوا علينا وبيكذبوا على مجتمعهن وبيكذبوا على الإعلام. ما في دعم لمستشفيات الناصر لحد اليوم. 3 مشافي حكومية في منطقة حيفا والشمال مقابل 3 مشافي أهلية في مدينة الناصرة يلجأ إليها المواطنين العرب بسبب البعد الجغرافي بينهم وبين المشافي الحكومية، تطرح تساؤلات حول المعايير التي تتخذها وزارة الصحة خلال توزيع الميزانيات على المشافي، خاصة وأن الأعباء التي تطال المشافي العربية باتت تكبر أكثر فأكثر. في حدث جمع رجال دين من مختلف المشارب والطوائف في البلاد دشن عمل فني يحاكي مفاهيم التعايش المجتمعي رغم الاختلافات، وذلك في كنيسة القديس جوارجيوس في قرية عابلين الجليلية. سامح اليوم كي تسامح غدا. حينما يخطب الشيخ الدرزي في ساحة الكنيسة التي تعانق صوت الآذان تتجلى أسمى قيم التعايش والإخاء الديني في البلاد، حيث اجتمع رجال دين مسلمين أحمديين وبهائيين مسيحيين دروز ويهود في كنيسة جارجوس في إعبلين لرفع الستار عن عمل فني قام به الفنان إيتسك مور تحت عنوان أحب قريبك كنفسك. من أرجي صورة جميلة لاتحادنا ولا محبتنا لبعض، ولأنه إحنا منعلي صوتنا ومنوصل صوتنا إنه إحنا مع المحبة وإحنا مع تقبل الآخر وإحنا ضد العنف وضد كل الأمور السلبية اللي إحنا كمجتمع قاعدين نعاني منها في الفترة الأخيرة. لما يجي المسلم يشوف الشيخ المسلم واقف جنب أب مسيحي جنب راف يهودي ما رح تتولد في قلبه مشاعر الكراهية مشاعر الحقد على أتباع الديانات الأخرى، بالعكس رح يلاقي نفسه أنه بدأ قليلا أو تدريجيا تدخل المحبة تجاه أتباع الديانات الأخرى إلى قلبه. نقش الفنان إيتسك مور جملة أحبب قريبك كنفسك على خشبة من أشجار الكرملة انتقاها بعناية من غابات الجليل الأعلى ب6 لغات وأهداها لخور قرية إعبلين كقربان شكر وامتنان ورسالة للجيل الناشئ على أن التعايش الديني هو أساس الأمن والاستقرار في بلاد تنوع ساكنوها واختلفت مراجعهم الثقافية والدينية. زي خلوم של החיים. كلهم مدبرين على شلوم كما ששיר אומר كلهم مدبرين على شلوم אבל זה היה מעשה של שלום בשל אחוות אדם. من هذا المنبر ندعو جميع
الطوائف والشعوب والأديان إلى المحبة والتسامح والعيش المشترك الكريم، لأنه هذه الدنيا تسعى للجميع. فإذا كان موجود محبة فممكن إنسان يعيش في متر واحد، أما إذا في كراهية ممكن كل الكون ما يتسع. في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد ومع ارتفاع عدد ضحايا العنف والجريمة، وفي حين بات الإجرام سيد الموقف وسيد العناوين الأولى في نشرات الأخبار، يؤكد كل من شارك في الندوة على أن الحب والتعايش هو الحل للسلاح، فالحب للجميع ولا كراهية لأحد. عودة إلى الملف الصحي، حيث باشرت وزارة الصحة الإسرائيلية بتقليل ساعات ورديات العمل للأطباء المتخصصين في أعقاب احتجاجات ترافقت مع تقديم مائتي طبيب لاستقالاتهم الجماعية، الأمر الذي شكل لائحة اتهام تتضمن عشرات البنود من الاستغلال والارتهان والإهمال والتسبب بالموت بسبب الإهمال. كما يأتي ذلك أيضا ضمن مساعي رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد إلى حل أزمة الأطباء المتخصصين قبل بدء المعركة الانتخابية في البلاد. وفي هذا الشأن ينضم إلينا الآن المستشار القانوني في منظمة الأطباء المتواجدين بمرحلة التخصص مرشام، المحامي غازي عواد. أهلا بك سيدي في البداية وفي أعقاب هذه الأنباء عن بدء تقليل ساعات ورديات العمل، هل أنتم راضون من هذا القرار؟ أولا مساء الخير لك ولجميع المستمعين. طبعا بلا شك إحنا راضيين رضا تام وشامل على الفخر والنجاح اللي وصلنا له. المتخصصين أول نجحوا بنحييهن، الأطباء بشكل عام، الاستجارة من هن المتدربين أيضا نجحوا كمان. إحنا بنحكي كمان على الأهم نجاح وصلنا له، هو النجاح مع المواطنين اللي إحنا اليوم تخطينا مرحلة الأخطاء الطبية أو قسم كبير من الأخطاء الطبية، لأنه في عنا نسب كتير كبيرة، إحنا بنحكي على نسب ما تقارب 70% من الأخطاء الطبية اللي أصلا المريض نفسه ما بيعرف فيها. هذا النجاح إحنا اليوم بنعتز فيه. ب 12 الشهر ب 12/9 هذا كان يوم تاريخي للأطباء اللي إحنا بدنا نكمل فيه. طبعا في قدامنا بعد في كتير مراحل اللي إحنا بدنا نمشي فيها حتى نطبق كل المخطط. ولكن ما أبرز هذه المراحل التي ستعملون عليها في الفترة المقبلة؟ أبرز المراحل هي أولاً أنه إحنا رح نستلم 88 مليون اللي توعد فيهن وزير رئيس الوزراء يائير لابيد، هاي أولاً. ثانياً أنه إحنا رح نفوت على ضواحي البلاد، المستشفيات في ضواحي البلاد راح نفوت عليها تقليل ساعات العمل، وهذا الشيء راح يكمل لمراكز البلاد، اي لتل أفيف، رخوفت والى اخره. طبعا هذا المخطط هو كان من السابق، لكن بالسابق انه تراجع عنه مثل ما حكومات تراجعت، مثل ما اعضاء الكنيسة تراجعوا، مثل ما كل ايات كلمه هن حكوها تراجعوا عنها، لكن احنا كملنا في هذا المسار، كملنا في الطريق المستقيم، وهيك احنا راح نكمل لقدام اكثر واكثر. كمان بدي احكي لك كمان شغله كثير مهمه اللي الجمهور كمان لازم يعرفها، احنا اليوم بنحكي على مخطط اللي فيه راح يستوعب كميه اطباء اكبر اكثر. ليش؟ لانه في عندنا احنا اليوم عدد متخصصين اللي هن موجودين ببيت هن اللي هن عم بيستنوا تكنيم اي الورديات نسميها. هاي الورديات احنا عشان نوصل لها احنا بدنا ميزانيات، لانه كل مره كانوا يدعوا في نقص اطباء ما كانش معروف ايش في وراء الكواليس. وراء الكواليس احنا بنحكي على انه ما فيش ميزانيات، دكاتره في، اطباء في، مش ناقص دكاتره خاصة بالمجتمع العربي عندنا فائض من الدكاترة، لكن للأسف ما في ميزانيات لإلهم. اليوم إحنا عم نحكي على ميزانيات اللي بتتراوح ما بين ما يقارب 80-88 مليون اللي راح تستوعب أيضا أطباء، وهذا الإشي راح يزيد ورديات، وهذا الفخر اللي إحنا بنعتز فيه اليوم كمان. تقف فقط لتوضيح ربما هذه النقطة أستاذ عواد، يعني من الواضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد يريد إنهاء هذا الملف بأسرع أو بأقرب فرصة ممكنة ما قبل الانتخابات المقبلة للكنيسة، ولكن ما إن لم يتم تحويل كل هذه الميزانيات، هل هناك أي اتفاق مكتوب موقع تلتزم به الحكومة الإسرائيلية وزارة الصحة بتزويدكم بهذه الميزانيات؟ أولا يجب التنويه أنه رئيس الوزراء يائير لابيد بعت رسالة مكتوبة اللي فيها هو حكي على إلا وزير المالية، اللي فيها أمر عكس كل استشارة وعكس كل
طلب من الوزراء المختصين بانه هو بيسمح باعطاء ال 88 مليون. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كمان انه احنا بنشوف انه وزير الصحه اليوم هو معنا الدعم، هو كان رافقنا بكل الخطوات اللي احنا مشيناها. وزيره الاقتصاد كذلك الامر اعطتنا زي ما تقول يعني الحق اللي احنا كنا لازم ناخذه من البدايه. واحنا عم نشوف كمان خلال الجمعه القريبه علينا احنا راح نشوف التطبيق هو بلش، يعني احنا عم نشوف الميزانيات راح تفوت للمستشفيات. وكان في امر كمان من وزيره الماليه على اساس انه يعطوا للمدراء المستشفيات إسه بهذا الوقت يعني بشكل فوري يعطوا تقليص ساعات عمل بضواحي البلد. إحنا بدنا نحكي كمان نقطة كتير مهمة، المختصين اليوم عانوا من كتير أساليب من التهديد المبطن، عانوا من كتير الإحباطات إنه مش راح تنجح ومش راح إنه، وأنا شخصيا كمان عانيت من هذا الإشي. وبالنهاية المطاف وصلنا للي بدنا إياه، هاي نقطة اللي هي إحنا عن جد بنسجلها، ولهذا السبب إحنا بدنا نكمل على هذا الأساس. التطبيق اللي إحنا جدا متفائل بالناحية. طيب فقط لتوضيح أستاذ عواد، فقط لتوضيح أمر تقني ربما يتعلق بهذه الإنجازات التي أنجزتموها، يعني هل ذلك سينطبق على كل المستشفيات في البلاد؟ هل الميزانيات وربما مخطط تحويل الميزانيات سيطال ويستهدف كل المستشفيات في البلاد، خصوصا وأنه قبل قليل فقط عرضنا تقرير يتحدث عن إجحاف وظلم بحق على سبيل المثال المستشفيات العربية في البلاد؟ أول شيء إحنا نبلش بشكل تدريجي، يعني إحنا ما بنفع إنه إحنا أولا يعني نبلش بكل المستشفيات لأنه هذا ما يقارب الشبه مستحيل. طيب بأي مستشفيات ستبدأون؟ احنا بدنا نبلش بالبريفيريا اللي هي ضواحي البلاد، اي لفرضا العفولي، لفرضا صفد والى اخره. بدنا نفرق كمان احنا ما بين مستشفيات حكوميه لمستشفيات خاصه. اليوم احنا بنحكي اذا نحكي على مستشفى الانجليزي في الناصري، الفرنساوي والى اخره، هاي مستشفيات تعتبر مستشفيات خاصه، قوانينها واجراءات القوانين فيها تختلف اختلافا كليا عن المستشفيات الحكومية. نفس المقارنة مع المدارس الخاصة والمدارس اللي هي تسمى تدعى المدارس الأهلية والمدارس الحكومية. فالميزانيات اليوم اللي هن معطونا إياها هي تعتبر ميزانيات اللي هي للمستشفيات الحكومية، لكن إحنا منوقف مع أي مستشفى لأنه إحنا بهمنا بنهاية المطاف هي مصلحة الشعب، مصلحة المواطن. بنهاية المطاف إحنا كل اللي عم نعمله هو عشان سلامتنا، سلامة المتخصص، لأنه سمعنا عن حالات موت، سمعنا عن حالات مرض، سمعنا عن حالات أخطاء طبية، سمعنا عن حوادث طرق. في كمية حوادث طرق إحنا عم نواجهها مع المختصين اللي هن عم برجعوا من شغل تعبانين ومتضايقين وعقلهم مخدر شبه مخدر، للأسف بتعرضوا لحوادث طرق اللي هي تقارب 50-60%. لهذا السبب احنا مع مستشفى الانجليزي، احنا ما بدنا بشكل خاص طبعا بروفيسور حكيم بنوجه له اهل التحيه كمان من عندكم من برنامجكم، من كل المستشفيات الخاصه وكمان المستشفيات الحكوميه. واهم شيء انا بدي احكي لك اياه كمان انه مثل ما نجحنا مع المتخصصين اليوم احنا راح ننجح ان شاء الله مع المستشفيات الخاصه. اشكرك جزيل الشكر المحامي غازي عواد المستشار القانوني في منظمه الاطباء المتواجدين بمرحله التخصص مرشام. إلى شأن مغاير، حيث عقدت بلدية شفا عمر جلسة إحاطة حول الاعتراضات التي قامت بتقديمها على المشروع المخطط تنفيذ لشارع 6، حيث تمت المصادقة من قبل لجنة التخطيط القطرية على غالبية التوصيات التي قدمتها البلدية، وبالتالي إنقاذ مئات الدنومات من أراضي أهالي المدينة والمحافظة عليها دون السماح باقتصاصها من قبل هذا المشروع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عضو البلدية السابق وعضو اللجنة الشعبية في مدينة شفا عمر الأستاذ زهير كركبي. أهلا بك سيدي. في البداية لا شك بأنكم تنظرون طبعا إلى الاستجابة لهذه الاعتراضات والتوصيات كذلك بعين الإنجاز ربما لبلدية شفا عمر نظرا للمسار الذي خطوه، لكن دعنا نبدأ من ماهية الاعتراضات التي قدمتموها. بداية يعني هذا المساء يحتفل الطوائف المسيحية بعيد الصليب، وإذا تسمع فراقيع من قبل الأطفال في الشوارع فكل عام وأنت بخير للجميع. كل عام وأنت بخير. بالحقيقة
كنا قلقين من موضوع الشارع رقم 6، مخطط شارع رقم 6 الذي كان سيقطع كمية كبيرة من أراضي شفا عمر. معروف شارع رقم 6 سيذهب باتجاه عكا ويقطع أراضي من شفا عمر، عبلين، طمرة، جديد المكر. طبعا كنا قلقين من اقتطاع كمية كبيرة من الأراضي. تم الاعتراض على مخطط شارع رقم 6 من قبل البلدية ومن قبل أصحاب الأراضي أمام اللجنة القطرية المتواجدة بالقطر، هذه هي اللجنة العليا يعني، وهي اللجنة التي كانت تقرر في قضية كل تخطيط الشارع وأعلى هيئة موجودة في الدولة. فالاعتراضات اللي قدمناها بشكل مهني جدا من قبل بلدية شفا عمر وأصحاب الأراضي تم قبول أغلبيتها. أولا المحافظة على الخطوط الهيكلية لمدينة شفا عمر وعدم المس فيها، وأيضا المحافظة على المدخل الغربي للمدينة وتوسيع شارع مدخل المدينة توسيعه بشكل ممتاز. نعم. وأيضا الأراضي التي كانت مهددة بالخراب وعدم استعمالها نتيجة قربها من شارع رقم 6، يعني نحن استطعنا أن نحافظ عليها، وأن والبعد بين شارع رقم 6 والأراضي يمكن استعمالها مجددا وعدم تحويل الى اراضي ما يسمى اراضي خضراء. استاذ كركبي، يعني هل هذا يعني بالضروره او عدم اقتصاص اي اراضي او اقتطاع اي اراضي من شفا عمر، هذا يعني بالضروره ايضا عدم اقتطاع اي اراضي من البلدات المجاوره لشفا عمر؟ سيتم اقتطاع اراضي من شفا عمر ومن البلدات المجاوره، ولكن الحكمه ان تستفيد من هذا الشارع، وليس هذا الشارع يكون مضر ويكون ان يكون في خدمه المواطنين يعني. بالضبط، يعني هذه الأراضي يسمح لها البناء عليها قريبا من الشارع، هذا لم يكن. كنا في البداية كان يجب أن نبتعد 150 متر عن الشارع، اليوم مسموح الابتعاد فقط 30 متر و 25 متر، فهذا إنجاز كبير جدا. فأصحاب الأراضي يستطيعون أن يبنون قريبا جدا من الشارع، وهذا يساعد المدن والقرى العربية بالتطور الاقتصادي. وأيضا التغيير يعني كان يعني الناحيه الغربيه المدخل الغربي شارع رقم 70 المحاذي كان يعني شفا عمر كانت تغلق من الناحيه الغربيه، وهذا كان اقلق كل رجال الاعمال واصحاب الاراضي ومدينه شفا عمر لا يعرف هذا المدخل الرئيسي للمدينه. واليوم نحن بصدد توسيع هذا المدخل، وسيبقى المدخل الرئيسي للمدينه. وطبعا هذه الاعتراضات وقبولها بعثت الارتياح والسرور من قبل اهالي المدينه والبلديه. ونحن شفا عمر تاريخيا نعاني من قضايا مصادره الاراضي والتسكير علينا من كل الجهات، ولكن بهذه الاعتراضات استطعنا ان نحصل على انجازات كبيره للمدينه ولاهلها ولتطورها الاقتصادي. هل هناك، بما انه يعني نتحدث عن اعتراضات قدمت بشكل مهني وبمعايير مهنيه من قبل بلديه شفا عمر، هل هناك ملفات اخرى مفتوحه بشان مصادره الاراضي او اقتطاع اراضي اخرى، ام ان هذا الملف هو الوحيد ربما الذي كان مفتوح مع لجنه التخطيط القطريه؟ اولا هذا الملف له استمراريه، يعني نحن وكلنا لم ينتهي المهندس شادي أيوب من شفا عمر، مهندس خبير جدا بالمتابعة تخطيط الشارع، وأيضا قسم الهندسة في البلدية، لأن هنالك مشاريع كبيرة جدا أيضا أمام كريات آتا بمحاولة مصادرة أراضينا لصالح كريات آتا. فنحن لم نتوقف عند الآن، ولكن هذه خطوة أولى وخطوة مهمة، أن اعتراضات تقبلت واعتراضات بلدات أخرى رفضت، يعني هذا ليس بالشيء اللي سهل أن تقبل اعتراضاتنا، وكانت التهديد بالفعل بالمصادرة مئات الدنومات، وأيضا عدم استعمال هذه الأراضي، يعني الأرض لك ولكن لا تستطيع استعمالها بسبب قرب شارع رقم 6. فالتغيير الكبير الذي حصل، أولا حفظنا على هذه الأراضي ونستطيع استعمالها ونحافظ على الخطة الهيكلية للمدينة كما نحن أقرناها، وأيضا المدخل المدينة الغربي سيبقى المدخل الرئيسي وتم توسيعه وتغيير مسارات الدخول إلى المدينة، يعني كان التخطيط مسارات الدخول إلى المدينة بشكل صعب جدا. فهذه الأمور استطعنا أن نتغلب عليها في المرحلة الأولى، ولكن هذه ليست المرحلة النهائية. نحن في صدد
مجرد متابعة مع المهندس شادى أيوب ومع قسم الهندسة تخطيطات مهندسي شارع رقم 6، لديهم تخطيطات ولديهم، ولكن نحن أيضا لدينا تخطيطاتنا. والمهم جدا أن كل مدينة وكل بلدية أن تكون منتبهة لما يحصل من تخطيط ومشاريع حكومية لا نعلم بها، لأن هذه المشاريع أين تقر؟ تقر في المجلس الحكومي، يعني يتم إقرار هذا المشروع في نهاية الأمر في جلسة من جلسات الحكومة. إذا لم نكن نحن مسبقا مدركين لهذه المخاطر فسيتم اتخاذ قرارات ضد مصلحة شفا عمر والمدن المجاورة ونحن لا نعلم. فالمهم بالموضوع نحن علمنا واستطعنا أن نقدم الاعتراضات المهنية وتم قبول قسم كبير من اعتراضاتنا، وهذا الإشي بالفعل كان بعث بالارتياح جدا لأصحاب الأراضي ولبلدية شفا عمر، أنه بالفعل هذا الشيء يعود بالفائدة على أهل المدينة. جزيل الشكر لك الأستاذ زهير كركبي، عضو البلدية السابق وعضو اللجنة الشعبية في مدينة شفا عمر. شكرا، شكرا لك. الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نتناول مقالا يتحدث عن رهان إسرائيل على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، كما نعرج على التفاعل الواسع والمتواصل مع مقطع يوثق استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، فيما نبدأ بالانتقادات حول مشاركة شخصية صبرا بفيلم كابتن أمريكا الجديد. إذن في الغالب تعرفون هذه الشخصية من فيلم كابتن أمريكا الذي تنتجه شركة مارفل السينمائية. فالشركة وبعد أن أعلنت عن فريق عمل وطاقم ممثلي الجزء الرابع من كابتن أمريكا، انهالت ردود أفعال غاضبة بسبب دور الممثلة الإسرائيلية شيرا هيس التي ستمثل شخصية البطلة الخارقة صبرا العميلة الإسرائيلية. وكانت الانتقادات تتعلق بتمثيل إسرائيل وجهاز استخباراتها الخارجية. وفي العموم انتقد الناشطون تبني مارفل لروايات أنظمة وأجهزة تحمل معتقدات أيديولوجية معينة. في التفاعلات كتبت وعد: اختيار اسم صبرا للشخصية هو أمر مخزن، أنا في الواقع لا أجد كلمات لوصف ذلك. بين 16 من سبتمبر عام 82 و18 من سبتمبر حاصرت القوات الإسرائيلية مخيمي صبرا وشتيلة للاجئين في لبنان، حيث قتل 3500 لاجئ فلسطيني. أما عزيز فغرد: حتى الأجانب واليهود ضد هذا الكاستينج وضد هذه الشخصية التي وصفها بالقدرة، بس مارفل لازم تخرب أفلامها بالبروباغندا الصهيونية. شوفوا كيف خربت الشخصية هذه الكوميكس أيضا في هذا السياق. أما ماثيو فكتب: تتمتع بطلة مارفل الإسرائيلية الخارقة صبرا بالعديد من القوى، بما في ذلك هدم المنازل التابعة للفلسطينيين بعقلها واغتيال الأطفال الفلسطينيين بالليزر من أعينها الشعاعية. أما عليا حسن فغردت: قواها الخارقة ستتجنب عواقب القتل والتعذيب والسرقة وجرائم الحرب، كان يجب أن يسموها كابتن الإبادة الجماعية. مباشرة ننتقل الآن إلى موضوعنا الثاني، حيث لقى مقطع يوثق اعتداء وحشيا إسرائيليا على صحفي فلسطيني في القدس تفاعلا واسعا، ما وصل حد المقاربة بين هذا الحدث وبين حادثة جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع المقطع. هذا هو هذا؟ عيان. هلا وكيف بيتعاملوا مع واحد عيان؟
أنا مسلم. ده خطأ. وفي التفاعلات قال صحفي أحمد شهاب الدين: اعترف الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنه من المحتمل جدا قتله للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، واليوم يواصل الاعتداء الوحشي على الصحفيين وعلى كل من يجرؤ على إظهار حقيقة الاحتلال والفصل العنصري على الأرض. وتساءل: ما عدد الفيديوهات التي نحتاج إلى مشاهدتها لمحاسبة إسرائيل؟ أما عائشة فعقبت: مطلوب تحرك من المحكمة الجنائية الدولية، العالم يراقب جرائم إسرائيل الوحشية ضد الإنسانية. وأخيرا إرني قال: لو انعكس الوضع فقط، أتساءل كيف سيكون رد فعل الأمم المتحدة؟ الوضع في فلسطين يماثل العيش في الجحيم للأسف. إلى موضوعنا الثالث والأخير لهذا العدد، وهو مقال تحت عنوان: رهان إسرائيل على الجريمة المنظمة، كتبه الناشط السياسي أمير مخول، وتطرق فيه إلى الدور الوظيفي والبنيوي للجريمة في ممارسات إسرائيل الخفية والجلية التي تريد للمجتمع العربي أن ينشغل فقط في قضاياه الداخلية. مخول يقول في المقال: يعيش الفلسطينيون العرب في إسرائيل في حالة تناقض وفجوة في السلوك، فمن ناحية تتوفر في هذا المجتمع كل الطاقات النهضوية الخلاقة والمبدعة والمشرقة التي تجعل وزنه الحقيقي النوعي أكبر من حجمه الكمي، وهذا ما لا تريده إسرائيل. وفي المقابل تعبث منظومة الجريمة المنظمة بكل الإنجازات والطاقات الخيرة، حتى لو كان عدد أفراد منظومتها محدود جدا، فإن أدوات سطوتها مسنودة بنيويا ووظيفيا من الدولة، يقصد هنا دولة إسرائيل. كما يتابع الكاتب أيضا أنه من الخطأ التعامل مع الجريمة باعتبارها ظاهرة مجتمعية عربية فلسطينية، بل هي ظاهرة إسرائيلية مرتبطة بمنظومة الدولة أولا، وقد باتت سياسة دولة فيما تستغل البنية الاجتماعية والبلدية والحالة الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعنا لخدمة مصالحها. إلى ذلك يشير الكاتب أيضا إلى أن شرطة إسرائيل تتحفنا بالإحصائيات وتطالب الشباب العرب بالانضمام لصفوفها، وتكاد تطالب القيادات العربية بأن تتقدم لها بالشكر والامتنان بعد كل عملية ضبط للأسلحة. إنهم يتحدثون عن عشرات وحتى مئات قطع السلاح، إلا أن معطياتها تؤكد أن سوق السلاح تتعدى النصف مليون قطعة سلاح. وبهذا المقال نصل ختام بانوراما لهذا اليوم. هذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.